تحية للجميع. اليوم بدي أعمل ظرف بشكل غير مألوف. بيلزمني ورقة مستطيلة بتنيها بالنص. طريقة هالظرف تشبه طريقة الظرف المتوازي الأضلاع اللي حضرت حلقة عنه سابقا، بس مع اختلاف بسيط بالنهاية. إذا بفتح وبتني الزاوية للخط اللي بالوسط، ببرم بعمل الزاوية الثانية بالاتجاه المغاير، برجع بتني الطرف اللي هون ليوصل لحد الزاوية بالشكل هيدا. بعمل الطرف الآخر، برجع بتني بهالشكل حتى يوصل الطرف للحدود ويتطابق مع الزاوية اللي فوق. بهالشكل هيدا. وبعمل الطرف الآخر. بكوي جيدا. هيك صار عندي ظرف بسيط جدا. بحط رسالتي بهالشكل وبغلقه، بفوت لسان بالجيبة ولسان الآخر بالجيبة التانية. متل ما شايفين شكل هندسي جميل وظرف كتير متين ومكفل بأحكام. بتحطوا فيه إما رسالة شخصية بتسلموا تسليم اليد، أو مصاري، أو هدية، شيك مثلا، أو أي شيء ورقة آخر. بتمنى يكون هالتصميم عجبكم. إذا حابين تشاهدوا المزيد ضغطوا على الرابط في الأسفل، أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. ما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.